ولا لكن كل الناس اللي بتلاقيني وبتعرفني كان بتديني ملامح انه انا ممكن اكون من كسلة. انا من عطبرة لكن فخورة انه اكون من كسلة ويكون حلمي مربوط بالمدينة في حد ذاتها. طيب الشهور اللي فاتت، الثلاث شهور اللي فاتت كنا بنتكلم، وكان كل الناس لما يقولوا كسلة في الهاشتاجات وفي التويتر كان دي الصورة اللي بيجينا عن كسلة. ليه؟ لأنه كان بنتكلم عن حميات، عن أمراض، عن حاجات كثيرة شديد. ما هل هي كانت دي الحقيقة ولا لا، لكن ده اللي حصل، إنه كسلة أصيبت بمرض، والمرض يعني شال من طاقتها، من نفسياتها، من حتى حب يعني، لكن عمل حاجة تانية مختلفة وظهر كسلة، ظهر إنسان كسلة، وظهر حب الناس وانتماء للمدينة، فكلها تحركت تجاه إنه توجد حلول للحاجة دي. ببساطة دي كسلة الثانية، يعني الكسلة الأولى اللي ارتبطت بالأمراض وكان في الشهور اللي فاتت، بس ما أعتقد دي الصورة الحقيقية للمدينة. المدينة دي صورتها، دي طبيعتها، دي إنسانها وحاجاتها. فمعناتها الحاجة دي عشان تقوم محتاجة ناس تقدر وتوزن حاجاتها. أي حاجة عشان تفهمها، عشان تستوعبها، بتبدأ إنك توزنها، وما يزول بيوزن القيمة اللي عنده، ولا يزول بيوزن ال 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 الكنز الموجود معاهم إلا صاحب الكنز ذاته. فصاحب الكنز لما يجي يتكلم عن الفكرة بتاعت النفايات والصورة الجبالك، كنا بنتكلم عن وساخة، عن حاجة. الحاجة دي ماشي المكب، جاية من المكب، وناس كوركت ونقت، وانتي ده تعمل شنو وشنو الجديد والفكرة شنو. النفايات حاليا بقت حاجة مختلفة، النفايات حاليا بقت مصدر بتاع دخل للدول. الليلة السويد بتنتج الكهرباء بتاعته كلها من نفاياتها، اليابان بتنتج كهربتها من النفايات. فما محتاجين انه نحن نجيب الطاقة الشمسية، ولا حتى نجيب الطاقة الكهربائية ونولدها من حرارية، لا، نفايات وصلنا مرحلة انه ما عاوزينها فجدعناها. ما في حاجة عند رب العالمين بتجدع، لأنه أي حاجة عندها قيمة، أي حاجة قابلة لأنه تستفاد منها. فالنفايات قابلة لأنه تعاد تدوير وتبقى عندها حاجة. الحاجة دي عشان تقوم تحتاج لأنه لناس توزنها. فمعناته شنو؟ بالميزان الحقيقي النفايات عندها قيمة، النفايات عندها معنى للناس اللي بتفهمها، إذا شنو؟ استخدمتها صح. إذا ما جات وقالت إنه أنا مالي، ما واقع يعني، أنا ما أضبط زول ولا أحسن زول حرفع الوسخ ده وحيحل المشكلة. أنت بتكون ماشي في الشارع الرئيسي وبتلاقي يمين وبتلاقي شمال وساخة، ما بتسأل روحك إنه هل دي مسؤوليتي؟ نو، ما وقعت أنا، فما عاد وقع زول تاني في الموضوع ده كسر حنكه. الحاجة دي حقتك أنت، الحاجة دي لما تفكر فيها أنت اللي قدام حتتأثر بيها. الوسخ اللي أنت مار بيه وشفته إنه ما مهم، الوسخ ده هو اللي جاب المرض، اللي هو قروش كثيرة صرفناه عشان نعالجه منه، الوسخ ده هو العمل سرطانات لأنه حرقناهم. نحن لما نحرق الوساخات بننتج مادة مسرطنة اسمها الديوكسين، ناتجة من حرق البلاستيك. للناس اللي بدأت تكتشف في الأضرار بتاعت الحرق بتاع النفايات، النفايات دي ذاتها سببت كمية بتاعت مصايب لكل العالم الموجود. فمعناتها القيمة عشان نكونها محتاجين نوزنها، نفهمها، نعرف انه هي قابلة لكل الخيارات. فمعناتها النفايات ممكن تتحول لنقمة وتلوث لنا البيئة اللي احنا المفروض نكون حريصين عليها، ونكون منفتش على حلول لانه نحن البيئة بتاعتنا تبقى احسن بيئة موجودة. الحاجة دي ممكن تكون في بدايات صعبة، انك انت تحول النقمة لنعمة، لكن ممكنة. ممكنة كيف؟ إذا قدرنا نتعامل معها كمصدر دخل. أي حاجة قبل ما ترميها كده بس تك، يعني هندي موجودة، قبل ما تفكر فيها كده فكر إنه الحاجة دي هل كان ممكن تستفيد منها قبل الخطوة دي ولا لا؟ هل ممكن بحركتك دي تدور زول تاني مع الزمن ولا لا؟ دي الفكرة بكل البساطة، إنك قبل ما ترمي وساختك فأسأل نفسك السؤالين: هل ممكن تستفيد من الوساخة دي وتعيد تدويرها في حاجة جديدة؟ وهل ممكن تدور زول تاني ولا لا؟
لما تعمل كده ما هتعمل الفرق، حيكون واضح في سلوكنا في حاجاتنا. فمعناته النفايات ممكن تكون نقمة، ممكن تكون نعمة. كيف ممكن تكون نعمة؟ بأنه نحن نفهم أنه النفايات، نوصل صوت النفايات، النفايات بتحس، والزول الشغال فيها بيحس، وبيكون بيعاني في أنه وسخك وزبالتك هو بيحاول يطلع منها حاجة كويسة، لكن انت ما وصلتها له بحاجة كويسة. انت جدعتها بدون ما تفرزها، جدعتها بطريقة كعبة فضرته، وهو مضطر يتعامل معاها. نحن اول حاجة كنا حريصة عليها في كسلة انه اوصل صوت مختلف. فمشينا وين؟ مشينا المكب بتاع النفايات الموجود في كسلة عشان نصور ونوصل رسالة. شكرا للسامبا لانه كان جزء من الفيديو. فنحن حنعرض لكم الفيديو وحنوصل. ده ما صوتي انا، ده صوت النفايات، ده صوت عامل النظافه بيقول لكم انتبهوا للبيئه، انتبهوا للنفايات، انتبهوا للمكبات اللي انتم موجودين بها. معزوفة موجودة بس أعتقد الصوت قاطع، لكن نحن عزفنا مقطوعة رسالتها. حافظوا على كسلة، حافظوا على مدينتكم، اتذكروا إنه في عامل نظافة موجود بيتعب عشان هو يفرز النفايات بتاعت كسلة. فكسلة محتاجة منها لكثير، وما كثير شديد، لأنه بالمقارنة لما مشينا الخرطوم كسلة في وضع أحسن كثير. يعني المكب عشان ألقاه سافرت ورا الجبل، في الخرطوم كان ممكن ألقاه في أي شارع. فهي ما محتاجة كتير، ما حنتعب عشانها كتير، حاجة بسيطة ممكن تصنع الفرق. تدوير المخلفات. أول نفايات ممكن نعيد تدويرها هي البلاستيك، وفي أمثلة كثيرة لناس بدأت تعيد تدويرها. ممكن تعتبر هواية، ممكن تعتبر مصدر دخلي على التدوير. يعني في ناس حاليا ما شاء الله بدأت تجيب قروش من النفايات لأنها بدأت في إنها تعيد تدويرها. وما السودان بس، حتى الدول العالم الأول هي بتعيد تدوير كل الحاجات الموجود فيها. فإعادة التدوير بتاعت النفايات ممكن نعمل من القوارير وباقي الكريستالات نجف، ممكن نبني بيوت من باقي الكريستالات، ممكن نعمل حوالين بيوتنا مظاهر وأماكن بتاعة جمال من باقي الكريستالات اللي بنفكر فيها قبل ما نجدعها. وممكن برضو نعيد تدوير الورق والكرتون، السلاسل، لان احنا كبنات الاكسسوري كلها ممكن ننتجها من حاجات اتجدعت وما فقدت قيمتها في اللحظه الاولى بتاعتها. فممكن نعيد تدوير الورق والكرتون برضو، حتى هدومنا والمواد الانسجه والبلاستيكيه كلها قبل ما تعتبر ان هدومك دي فقدت القيمه وبقت ما مهمه. البنات ممكن الاسكيت يتحول لبلاوز من نوع ثاني، الفستان ممكن يبقى، يعني كميه بتاعت حاجات
ممكن تعيد تدوير. انت في 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 اللحظه الاولى بتكون فرت قروش والناس بتعتبرك زول ظابط كده قاشر كل يوم بستايل، انت ما عملت حاجه جديده، انت حياتك كنت راكنه وعيدت تدوير من الاول، بس يعني دي شفتنا بتاعتك انك انت كنت يعني استفدت من اي حاجه موجوده، من اي باقي اي فكره من اي حاجه حولك، انت عيدت تدويره بس بالبساطه دي. يعني ما شغل بتاع اي الدوله فيه، وانه تكون فيه مصاري بتاعت مويه، وانه تكون فيه مكبات، كميه بتاعت ادوار ممكن نعملها، لكن انت كزول لازم تكون دي ثقافتك، لازم تكون النفايات تعاملك ليها مختلف، زاويتك ليها مختلفه، نظرتك ليها نظره هي مختلفه. ده الحلم اللي انا جيت ازرعه. الفعاليات دي كلها كانت حلم. ارسم مستقبلك اختيار التخصص اللي بيعرفه منه، ارسم مستقبلك كان حلم، اسبوع المعلم كان حلم، ستارت اب جونيور لليافعين كان حلم، كل الحاجات اللي انا موجوده فيها وكنت موجوده في بداياتها كانت حلم ولا حاجه. شايفين الموضوع ده؟ لا ما ممكن، مستحيل، ما هتبقى، ما عندنا قروش، ما يعني خلاص الموضوع ده ضارب. لكن حاليا ارسم مستقبلك النسخه الثالثه، اسبوع المعلم يتحول لكليه التربيه وبقى حق طلاب كليه التربيه، ستارت اب جونيور الليله اليافعين الخريجين الطلاب المعاهد الفنيه بقت تقوم منظمات ومبادرات عشانهم هم، عشان تقدم لهم حاجه. واختاروني في السودانيه، يعني حياتي ما ظابطه، الفيديو خطواته وهي بتعدي، فكل الحاجات في بداياتها بتكون صعبه وما في دول بينتبه ليها. انت الوحيد اللي بتكون قادر انك تحدد موقعك بحلمك، فلازم تزرعه في روحكم الحلم. فانا جيت هنا عشان ازرع حلم. انا حاليا موجوده في صداقات في مشروع مع اليونيسيف، لما بديت كنت في صنع الحياه في منظمه وطنيه عاديه جدا جدا، وهي حسي احتمال ما موجوده. الليله موجوده في منظمه شغاله مع اليونيسيف، فمعناته الحاجات ممكن تبقى اذا لقى زول شغال عشانها. فانا جيت كسلا عشان ازرع حلم انه كسلا مدينه صديقه للبيئه في كل حاجاتها، في كل موجود فيها. والحلم ده ممكن بخطوات. خلوا عندكم فكره مؤمنين بها جدا جدا، اصنعوا فيها الاختلاف. الاختلاف ممكن يكون في التنفيذ، ممكن يكون في الفكره في حد ذاتها، بس انتوا لازم تكونوا حريصين انكم تعملوا حاجه تحلوا بها حاجه عندكم هنا، مشكله عندكم. وانا عرفت مشكله البيئه، لكن اي حاجه ممكن تحولوها لحاجه مختلفه. خليكم مؤمنين بحاجاتكم، ما في حاجه تضيعكم من فكرتكم، من ايمانكم، من قضيتكم، من الحاجه اللي انتم بتحبوها. بعدها شوفوا من المستفيد من الحلم ده. الدوله مستفيده، حكومه كسلا مستفيده من الحلم، القطاع الخاص الموجود في كسلا مستفيد، اللي هو الشركات، كل المؤسسات الخاصه بتستفيد من الحلم بتاعكم، المنظمات العالميه المهتمه بالتنميه المستدامه وبالبيئه ممكن تكون جزء من الحلم بتاعكم انتم. اليونيف بي اي مستفيده من الحلم بتاعكم، لانه العالم كله شغال للبيئه عشان يحسن فيها. ففتشوا منو اللي بتقاطع معاكم في الحلم وحللوا فائدته شنو وفائدتكم شنو من حلمكم. كونوا فريق، لانه الرفيق هو السند. اذا ما عندكم ذول رفيق ممتاز، حلمكم ممكن يبقى. يعني الشيخ عنده الهاله وعنده كميه بتاعت ناس، كما هم ما كان بقى تدرس مكرام نفسها. انتوا حاليا موجودين بالفريق، فكونوا فريق بتعامل ضابط للحلم انه كسلا تكون صديقه، مدينه صديقه للبيئه. اعملوا خطه متكامله، قيموا شغلكم، تابعوهم. النفس الطويل، الشارع ده شارع طويل، واي شارع بتاع تغيير حتشاكلوا، حتردوكم، حينبذوكم، مكبات، وسخ، الكميه بتاع التفاصيل كلها حتسمعوها. كما نفسكم طويل وقطع بيكم، العربية تاني بتبطل ما بتدور، فمحتاجين شنو؟ يكون النفس ضابط، نفس حركة، عشان لما تاني بتحتاج لانك تقول النفس من الأول، تمام؟ حاليا ده الحلم إنه كسلا مدينة صديقة للبيئة، أنا ممكن أكون موجودة فيه وأشارككم بالخبرة البسيطة بتاعت البيت اللي عمرها 30 سنة، لكن اشتغلت عمل طوعي 10 سنة. فممكن شنو تكون معاكم في الحلم بكل الخبرات، بكل العلاقات، بكل اللي بنعرفه. واذا بس اي زول هنا من نهايه الحاجه دي تواصل معي في صفحتي على الفيسبوك، انا موجوده، وممكن نكون فريق، ممكن نعمل جوجل فورم عشان نبدع على الحلم الموجود.
كسلة مدينة صديقة للبيئة. الزمن حنقيده وحيجي يوم وأنا حاجف هنا عشان نكرم إنه كسلة مدينة للبيئة بإذن الله. Thank you.